السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. خطف فريق النادي الأهلي فوزا مهما من منافسي النصر ضمن منافسات الجولة الأولى من المربع الذهبي لدوري الكرة الطائرة البحرينية، وذلك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فوز قرب حامل اللقب من بلوغ المباراة النهائية للمسابقة، إذ بات على الأهلي انتصار واحد فقط للوصول إلى النهائي، في حين أصبحت مهمة النصر في غاية الصعوبة لأنهم بحاجة لثلاثة انتصارات متتالية من أجل الوصول للمباراة النهائية. في المواجهة الأخرى تمكن فريق دار كلاب من الفوز على المحرق بكل أريحية بثلاثية نظيفة، ليصبح بذلك دار كلاب على بعد فوز واحد فقط من التأهل للمباراة النهائية. أما المحرق فبات بأمس الحاجة لانتفاضة إذا ما أراد قلب المعطيات لصالحه والتأهل إلى النهائي، والذي يفتقد للأداء المتزن بعد غياب استقرار الكرة الأولى.